السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا من جديد. وصفة جديدة وفيديو جديد، بغيت نشارك معكم اليوم هاد نسميوها تحلية أو كيكة بورقة الفيلو. كتجي رائعة وغزالة بزاف. عندك ورقة الفيلو وما فيك ما تقي تلوي وتقطعي، كديريها هكذا كتجي تحلية عائلية وكتجي زوينة وشي حاجة جديدة. فابقوا معايا إن شاء الله مع المقادير وطريقة التحضير، فرجة ممتعة. انا اول حاجه كنبداو بالسيرو اللي كندير فيه 2 كيسان ديال السكر، وكنضيف له كاس ديال الماء. كنخليه يعني بوحدو هكذا حتى كيطيب حتى كيتقال شويه. كنضيف له عصره الحامض وواحد الساشي ديال الفاني، صافي. وكنخليوها على جنب. هاد الخطوه خصنا ضروري نبداو بها هي الاولى، حيت السيرو خصو يكون بارد بزاف. عاد كنستعملوه في الاخر. هنا كما قلت لكم، من بعد ما طاب كندير له واحد العصره ديال الحامض، وكنضيف له ساشي ديال الفاني، وكنحركه تحريكه خفيفه وكنخليه على جنب. صافي، هنا كنبقاو كنجهزوا الوصفه ديالنا. اول حاجه كناخد الورقه، ورق الزبده، كندير له الطريقه هذه باش كيتلبس مزيان في القاعده ديال الاناء الذي نستعمله. كناخد ورقه الفيلو اللي كندير لها هذا الشكل هذا، كنبقى كناخد ورقه بورقه وكنجمعها. ما كنضغطش عليها بزاف، يعني كتجي هكذا مرخوفه. كنجمعها جمعه خفيفه وكنرصها هكا بهذه الطريقه هذه، وحده حده وحده. وكان ندير واحد السائل الذي نديره في هاد الكيكه او هاد التحليه. كناخد 2 كيسان ديال الحليب، كنضيف عليهم 2 كيسان ديال السكر، هنا ما تصوراتش. وكنضيف 2 معالق كبار ديال كريم باتيسيير، عندي هنا بنكهه الحامض لذيذ بزاف. وكندير ساشيه ديال السكر الفاني وساشيه ديال خميره الحلويات وقبيصه ديال الملح. كنميلونجي هذا الخليط مزيان مع بعض، وكنضيف له عفوا هنا واحد نص كاس ديال الزبده دائبه. غادي نخلي لكم مكونات في صندوق الوصف مكتوبه. كنخلط مزيان هذا الخليط وكنضيفه على هاد ورقه الفيلو، وكنحاول هكذا يتلبس مزيان. اول حاجه بعدا كنقطعوا دوك ورقات الفيلو هكذا بالموس، وكنتكيوهم مزيان بالموس باش هاد الخليط هذا راه كيدخل في الداخل ديال هاد الورقه. من بعد راه من دخلوه يطيب راه غادي يجمد داك الكريم باتيسير، وكيجي بحال هاد الورقه الفيلو احنا دايرين لها شي حشوه عاد درناها طيب. صافي، كنحاول ندخلها هكذا مزيان، ندخل ما بين الورقات ولتحت يعني في القاعده، وكنديرها كطيب. راه كتنفخ بحال شكل الكيكه تماما. كندير لها نار مهيله وكنخليها حتى كطيب على خاطرها. كما كتشوفوا كتجي مذهبه وكتطلع فعلا ديك الخميره اللي درنا، وكذلك الكريم باتيسير كتجي طالعه. كنخوي عليها السيرو وهي سخونه، والسيرو بطبيعه الحال راه برد. كنخويها عليها مزيان وكنخليوها حتى كتشرب مزيان، عاد كنقدموها. راه كتجي رائعه ولذيذه. يمكن لكم تزينوها بالبيستاش او اللوز ايفيلي. هنا عندي شويه ديال اللوز كونكاسي محمر، هو الذي نديرو هكذا من الفوق. راها كتجي زوينه بزاف، يمكن لكم تاكلوها دافيه شويه او لا بارده مزيان. شي حاجه جديده وكتجي لذيذه بزاف. هكذا احسن. شي مره كنعكزو، كيكون عندنا ورقه الفيلو كنعكزو على اننا نبقاو هكا كنقطعوها، كنصاوبو هكذا حبه بحبه. اللهم هكذا راه كتجي حتى هي زوينه. ماما كما كتشوفوا راه كتجي عاليه وكتجي شاربه داك السيرو، والكريم باتيسير كيجي مفروز لداخل، يعني كيجي هكذا كتاكليها راها عامره كريم باتيسير. هذا هو الشكل ديالها من بعد ما قطعتها. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش اللايك والاشتراك، ونضرب لكم موعد مع فيديو قادم. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.